السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لن تصدق كيف أصبح شكل فتاة جزائرية بعد تعرضها للعين والحسد وأحزنت ملايين الجزائريين. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك فيديو لفتاة جزائرية، كيف كانت في الماضي وكيف أصبحت الآن بعد تعرضها للعين والحسد والعياذ بالله. ودعا ناشط من كل الناشطين على الفيسبوك إلى ضرورة الابتعاد عن التباهي بالنعم أمام الناس، لأن كل ذي نعمة محسود.